آخر متسابق معنا اليوم حمد. حمد اليامي والنعم. يلا حمد تفضل أسرع يا حمد على الممر التشريفي. حياك الله. توسعوا لحمد يا شباب، وسعوا له شوي. حياك الله، اهلا وسهلا. وش تقول للشباب اللي قاعدين يصفقوا لك كذا؟ الله يبقيهم ويطول اعمارهم يا رب يا رب. حياك الله، عرفنا عن نفسك اكثر. حمد محمد الرزق اليامي. والنعم عليكم زود. حياك الله. وش هواياتك حمد؟ وش جاي تقدم اكثر في الدوار؟ هواياتي الشعر والانشاد. يا سلام، وكل شيء زين. كل شيء زين الله الله. ان شاء الله اموره طيبه. الله عطنا شوي كذا من هواياتك، سمعنا شعر، سمعنا انشاد. عندي قصيده مجهزها لي اربع ايام. اربع ايام. اوه يعني هذا محضر وجاي. انتبهوا يا شباب، اربع ايام هذول يخافوا منهم. هذول هذول نفس الاوائل اللي يجلسوا في اول الصف. تفضل يلا. يقول قالوا نسيته قلت ما ظني انساه، روح وقفه والمشاعر حزينه، روح وخلاني من البعد ذكراه، روح وخلالي عذاب وغبينه، سامحه ربي يوم هذه سواياه، من ذاق ما ذقته عسى الله يعينه، امر بيته ولا كني اهواه، وليا تعديته طوتني الغبينه، حاولت انا بنساه ولا تناساه، كني غريق الموج وبلا سفينه، يا حظ من صبح بوجهه ومساه، واللي على قربه يصافح يمينه. سلامتكم. يا سلام. صح لسانك، صح لسانك. لمين كاتبها؟ كاتبها الوالدة يطول عمره. الله يعطيك الصحة والعافية ويخلي لك اياها. وتحية لوالدتي كمان اللي قاعدة تتابعنا، الله يخلي لك اياها ان شاء الله يا رب. الوالد. الوالد. نعم. الوالد. الله يخلي لك الوالد، يستاهل التحية للوالد كمان. والوالدة كمان تستاهل التحية. والوالد الله يرحم والدي كمان، الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه يا رب العالمين. شايف معك مشط من هنا. ايه مشط الشعر. نقدر نشوفه اكثر؟ الله يستر. لا شوفوا يا شباب. يا سلام والله، هذه حركة حلوة. هلا واحد بعد. يا ساتر، واحد جديد كمان. يلا والله بالعكس، هذا وكمان الالوان كلها متواجده معنا. الله يحييك ان شاء الله. الله يبقيك. وين شايف نفسك برنامج ذواقه؟ نفسي قدام ونجم الجمهور وكل شيء ان شاء الله. الله يقويك ان شاء الله. وين شايف نفسك حرق السعرات معنا؟ في اللي تبغي. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. تفضل حياك الله.